السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تغير قناعات جمعية تجاه مجموعة أو فكرة بعينها، فما عليك إلا أن توجه وسائل إعلامك لشيطنة هذه المجموعة وإطلاق الشائعات بحقها والتركيز على أخطائها وإلصاق كل شيء بأفكارها ومنشآتها وأفرادها. عندها ستصل إلى حالة من تغييب الوعي الجمعي، وعندها فقط يمكنك اتهام الفرد أو الفكرة أو المجموعة بأي شيء حتى وإن بدا غير منطقي، وسيصدقك الكثير. انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والوصول إلى أدنى مستوياته، والسبب حسن مالك. ارتفاع الدين المحلي والخارجي والأرقام تشير إلى 2 تريليون جنيه، والسبب حسن مالك. انسحاب شركات واستثمارات أجنبية من البلاد، والسبب حسن مالك. إقالة هشام رامز وتعيين طارق عامر، والسبب حسن مالك. هذه ليست أخبار مفبركة، وإنما هي اتهامات رسمية من وزارة الداخلية المصرية وأمن دولتها المنحل. عندما تعلق الدولة كل أسباب الانهيار الاقتصادي على شخص واحد، وعندما تستهدف الدولة رجال أعمال وطنيين وتغلق شركاتهم وتدمر استثمارات لهم، وعندما يصل الدولار إلى 9 جنيهات فتتهم الدولة مواطنا واحدا ومعه شركتان بإدارة مخطط لتعطيل خطط الدولة لحل الأزمة، وعندما لا تحترم البيانات الرسمية للدولة عقول ولا أفكار مواطنيها، فلا تستغرب إذن أن تنتشر أخبار منذ صباح هذا اليوم تتحدث عن اكتشاف بئر للبترول في شقة حسن مالك، وأخبار أخرى تتحدث عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي في بيت حسن مالك، وأخبار ثالثة تحكي عن بنك مركزي آخر وجدوه في غرفة حسن مالك. ومن يدري، فربما نستمع إلى اتهامات أخرى لحسن مالك بمسؤوليته عن تقليل أعداد السفن المارة في قناة السويس الجديدة. رجل أعمال مصري له ما له من تاريخ اقتصادي وشركات طالما ساهمت في خدمة اقتصاد البلاد، يعتقل مرتين في عهد مبارك، وتحارب شركاته ليفسح المجال لرجال أعمال كأحمد عز وآخرين في عهد مبارك. يخرج مالك بعد الثورة ليبني اقتصاد جديد فيحارب مرة أخرى، ولكن مع الفارق، فأيام مبارك لم يكن خيال الدولة واسعا لهذه الدرجة بأن يعتقل مالك مع الاتهام بتدمير الجنيه أمام الدولار. أهلا بكم، نحن معكم على مدى ساعتين نناقش معا أهم ما يحدث في الشارع المصري في نافذة على مصر بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.